السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أيضا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين معلش يا مولانا. تفضل. السؤال الأول: هل يجوز استلام فلوس الأضحية؟ أنا عايز أضحي بس ممكن أجيب إن أنا أستلف الفلوس بتاعتها؟ هل يجوز أن تقترض أموال الأضحية؟ من ناحية الجواز جائز، لكن هل هو الأفضل؟ الأفضل ألا تستدين من أجل الأضحية، لأن الأضحية سنة مستحبة ليست بواجبة. أما إذا اقترضت فواجب عليك سداد الدين، وستسأل يوم القيامة عن هذا الدين، وبالله التوفيق. طب السؤال الثاني يا مولانا، هل يجوز تحديد اللحية أو تقصير منها؟ كان عبد الله بن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، بارك الله فيك. التحديد، والله التحديد، ما التحديد، كيف التحديد؟ ما التحديد ده نسبي، لا تأخذ منها إلا الشاذ المتطاير أو ما زاد على القبضة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. والله يا شيخ أنا سألتك بالله تسمعني بقلبك، يعني ألسنا في هذا الزمن في زمن الفتن؟ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب. أنا أم لثلاثة أولاد. نعم. أهلي وأهل زوجي بعد الالتزام نبذونا بالمرة، وعددهم كبير، يعني إحنا عائلات كبيرة. بعدين اختصرنا وبقينا في حالنا، واهلي يعني اختصر لك حالهم انهم لا، انني لا اعلم ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا لم يرتكبوا، فنبذونا فظللت انا وزوجي واولادي مع نفسنا يعني لوحدنا، واصبحنا في عزلة من الناس. السؤال: كيف في هذا الزمن اربي ابنائي تربية تجعلهم يتحملون هذه الفتن ولا اهل عندهم ولا شيء؟ انت وفاني الله. اولا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولا الاختلاط بالرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة أنيس وجليس. لقد قال الله تعالى في شأن دعاء موسى عليه السلام: هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والمتابعة قدر الاستطاعة. والله يا شيخ أنا ليس لي ولا صديقا من صحبة صالحة ولا زوجي كذلك ولا صديق واحد. والله يا أختي، ليس من قال أهلك الناس فهو أهلكهم. الدنيا ما زال فيها خير، ما زال فيها بقايا من الصالحين. هل أحفظ أولادي القرآن وأتابع معهم يا أختي؟ كل مكان في انتقلوا من مكانكم إلى مكان آخر فيه أهل صلاح،
لا تقولي ما في الا في الدنيا الا انت وزوجك يعني الطيبين. لا لا انا ما اعرفش حد، انا عايشه لوحدي. اسالي يعني اسالي، بيوت الله مليئه. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا حسن رياض. السلام عليكم. ابو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك، لو في واحده كانت حامل وسقطت. ايوه حامل واسقطت وبعد. تصلي على طول ولا ايه؟ نفاس ولا ايه النظام؟ اذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. تمام. بارك طب لو في، طب سؤال تاني بعد اذن حضرتك. نعم. لو في موظفه بيجي عليها مثلا وقت صلاه الظهر عشان فبتصلي في المكتب، بس ساعات بتبقى ظاهره لبعض الزملاء، يجوز ولا لا يجوز؟ في اي ركن، في اي ركن من المكتب، وانت تعرف ان المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النسوة يصلين خلف الرجال. تمام، جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله. مولانا الفاضل، منذ قليل كنت أتابع أحد البرامج، كان هناك بعض المشايخ جالسين يتحدثوا في مجلس فقهي، ويتكلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنوان حلقتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وهو يحيى حياة، واستدلوا بأن الله عز وجل قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، فإن كان الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا بأموات، ثم بدأوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. ده اجتهاد ولا نص؟ يعني مش عندك آية في الكتاب العزيز إنك ميت وإنهم ميتون؟ نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ صحيح. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون؟ هم أفهم أبو بكر أو أبو بكر الصديق. أيها الناس، من كان يعبد محمدا أكمل، إن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. بس هذا الذي عندنا. نعم أنا 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 معك. لا المخرف يخرف، هؤلاء أهل جهل وضلال والعياذ بالله، ويريدون في النهاية أن يصلوا بالناس إلى الشرك ودعاء غير الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير. سيدنا، قطعة أرض كبيرة بني فيها مسجد، ولسبب ما تركوا المسجد أو أغلق المسجد. شكرا يا حبيبي، جزاك الله خير. أيوه. لسبب ما أغلق أو هدم المسجد، وعايزين يبيعوا قطعة الأرض هذه. كانوا اوقفوها لمسجد. يعني مثلا ولكن مثلا مساحه مثلا سدان ارض مثلا، وجزء منه فيه مسجد، لسبب ما اتلغى المسجد. طيب ممكن يتبرأوا بقيمه ارضه لمسجد في مكان اخر؟ ممكن. حلت المشكله. طب افرض ما مش هيعملوا كده، خلاص راجعوا في هبتهم مع الله يعني. يقول لك هو كان مسجد، من اسسه كمسجد، هم او غيرهم؟ ابوهم، ابوهم وابوهم مات. يغدرون بابيهم، لا يجوز لهم ذلك. نعم. يأثمون. حديث: ايما امراه سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحه الجنه، حديث ضعيف. ضعيف الاسناد، ورب العزه قال في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضلي. والله يا شيخ أنا كنت عندي يعني واحد من قرايبي ابن خالتي يعني وكده شيخ، ونحسبه على خير، متزوج اثنين، فأنا شفت رؤية إن هو يعني نايم على ظهره كده. وعندنا يعني هنا ليس عندنا تفسير أحلام، هنا هنا فتاوى. مش تفسير، مش عايزة تفسير، مش عايزة تفسير يا شيخ. وإيش تريدين؟
هي بس هو نايم على ظهره وفي واحدة من زوجاته عنده، فسمعت صوت حد بيقول لي روحي قولي له اعدل في أم عبد الله. فأنا بس أسأل حضرتك أقول له على الرؤية دي ولا ما أقولش؟ قولي له الرؤية دي ماشي. أقول له؟ قولي له ما فيش مشكلة. خلاص ماشي شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة مولانا. تفضل. فندم بعد إذن حضرتك في سؤال بالنسبة للعقيقة والأضحية. تفضل. هل السبع في الأضحية يعني لو خدت سبعين، سبع للأضحية وسبع للعقيقة للذكر. في البقرة؟ ربع سبع بقرة. أيوه. أيوه سبع بقرة وبعد. يجزي سبع البقرة يجزي على الذكر حضرتك؟ ايوه لا ذكر سبعان. ذكر سبعان؟ نعم. يعني يبقى سبع اضحية ولازم سبعين للذكر مش سبع واحد. عقيقة. عقيقة سبعين. ايوه نعم. الاضحية سبع عن الرجل اهل بيتي. نعم. تفضل. بارك الله فيك. دعاء حضرتك لابن عبد الرحمن في الثانوية العامة. الله يوفق ووفق أولادنا وبناتنا. اشرح صدره يا رب اللهم أمين هو وجميع أولاد المسلمين أجمعين. يا رب يوفقنا وإياك وإياهم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. تفضل. الله يكرمك. بقول لحضرتك لو سمحت ممكن بس يعني حاجة عن حديث أو شيء أو كلمة قصيرة عن سكرات الموت كده ويعني مرعبة شوية خايفين منها يعني رد روينا يعني. والله الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند الوفاة على رأي الجمهور، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخف مما هو آت يا أيها المؤمن يا من عملت الصالحات، ولا تحزن على ما قد فات، لا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا على ما قد فات، اطمئن فإن الملائكة يجعلها الله سبحانه وتعالى تطمئنك عند الموت، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو أرحم الراحمين سبحانه. بشرك الله بخير. الله يبشرنا وإياك بكل ما يرضيه عنا بالفردوس يا رب يا رب. اللهم آمين يا رب. جمعنا وإياك الفردوس الأعلى شيخنا. يا رب يا رب يا رب يا رب. أحبك في الله والله السماعي. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك الله مصطفى العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك وفضلك على حضرتك. الحمد لله. اتفضل حضرتك. دلوقتي اذكار الصباح والمساء الواحد لما بيقولها كده بيحس ان هو من اهل الجنه ماشي على الارض، الكلام ده يبقى مظبوط ولا لا؟ مظبوط مظبوط. ان الحمد لله يعني حصن حصين. والله يا اخي اذا فاتنا يوم فاتتنا اذكار الصباح والمساء كاننا عرايا. الله يبارك. تدخل اذكار الصباح والمساء تدخل حصنا حصينا، تدخل حصنا حصينا كما بين النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني كده الواحد كده الحمد لله ربنا بيحس بسكينه ان هو المولد. طيبه طيبه علامه خير. علامه خير ومن سرته حسنات وساءته سيئته فهو المؤمن. الله يجزيك عنا خير ويبارك فيك ويحرمنا مش منك يا سيدي. ولك بمثل. الله يحفظك يا شيخ مصطفى الجوهري ويبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت بسأل عن في آية في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وفي حديث حضرتك بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. هل حضرتك في ربط بين لا هذه في شأن قوم في قوم ثمود. قوم ثمود طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم صخرة بقرة عفوا ناقة هائلة من بطن الصخرة، خرجت الناقة تمخضوا ولدت الناقة، فقال الله لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم،
الناقة تشرب من البئر يوما وأنتم تشربون من البئر يوما. فهذا أحد التفسيرات لقوله هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. والوجه الآخر نبئهم أن الماء قسمة بينهم، إن حملناها على بينهم وبين الناقة لا إشكال، إن حملناها بينهم هم أيضا فربنا قال في شأن بني إسرائيل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. كانوا اثنا عشر قبيلة سبط من الأسباط، كل قبيلة لها ماء، أما هذا لا تنافي بينه وبين الناس، شركاء في ثلاث، ما هم شركاء في الماء، شركاء في الماء، لكن ماء السماء ماء المطر الناس شركاء فيه عموما، لكن أنت تكلفت وحفرت بئرا واجتهدت وأنفقت فيها خاصة بك. وبعدها لا أخفى عليك أن هاجر عليه السلام لما نبع الماء وجاءت جرهم كما قال ابن عباس تستأذن، قالت ولكن لا حق لكم في الماء. الكلام على ماء السماء الذي لا يأتي بتكلف، الله يحفظك. تمام حضرتك، معلش حضرتك سؤال. لذلك بيع مية الصحة يجوز ولا لا يجوز؟ معلش مش سامع حضرتك والله. الماء الصحة اللي بيسموه الماء الموضوع في الزجاجات. على حد علم حضرتك ان هو جائز بيعه؟ نعم. تكلفهم واجتهدوا في تعبئته وتنقيته. تمام حضرتك، معلش حضرتك بالنسبه للسؤال الثاني، هل يجوز الشكايه في الدعاء؟ يعني مثلا انا دايما بقول يا رب تعبت يا رب عجل استجابه الدعاء، هل حضرتك كده حاجه؟ اي نعم، الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا. تمام حضرتك. مضرارا عاجلا غير اجل. بارك الله فيك. ما النصيحة اللي من نترك حفظ القرآن؟ ذهب السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب أمين يا رب أمين، والسامعين والسامعات. آمين 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 يا رب آمين يا رب آمين يا رب. معلش عندي سؤال بعد إذن حضرتك. في شاب بيشتغل شركة قهوة، الشركة دي بتديله إن هو يوزع هدايا، ممكن مبالغ من الفلوس أو هدايا علمية أو رحلات أو حاجات كده للدكتور اللي هو يقعد يرد عليه القهوة، فده حرام ولا حلال؟ هذه رشوة مقنعة، يعطون الطبيب هدايا عينية من الأدوية أو يأخذوه مصيف من المصايف أو يشترون له محمول حتى يكتب الأدوية منتج الشركة ويعرض عن غيرها. هذه نوع من أنواع الرشوة. للأسف الأطباء كثير منهم إلا من رحم الله أصبح يستجيز هذا لنفسه ويأكل يأكل من كل النواحي مثل الحوت، يرسلك تكشيف أشعة ومعمل الأشعة يعطيه نسبة، وأنت لفتي في حاجة إلى أشعة، يرسلك معمل التحليل وأخذ نسبة، يرسلك مستشفى في الخارج وأخذ نسبة، حتى الفندق اللي تنزلين فيه يعطيه نسبة. لصوص، أصبحوا لصوص إلا من رحم الله. شركات الأدوية ترشي الأطباء من أجل أن يكتبوا دواء منتج، يكتبوا منتجها. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل كيف تفضل. الله يحفظكم. الله يسترنا وإياك. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. من هو عمران سيدنا الفاضل؟ عمران قيل إنه أبو موسى عليه السلام. نعم. موسى بن عمران، وقيل إنه أبو مريم عليها السلام. نعم. فالقولان موجودان، آل إبراهيم، آل عمران، موسى وهارون. نعم. والذرية. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شو مصطفى؟ الحمد لله. الله يحفظك. عندي سؤال أنا صح. تفضل. الله يكرمك. السؤال الأول، هل الصلاة في توسعة الملك فهد في الحرم المكي
نعم صرف الصحن ايه الصرف توسعات الملك فهد مالها يعني التوسعات اللي بتحصل في الحرم هي يعني اللي بيصلي في التوسعة زي اللي بيصلي تحت في الحرم او زي اللي بيصلي كلهم مأجور يعني الصلاة تعد المات الف صلاة برضو ولا كله مأجور لكن كلما اقتربت من الامام كلما اعظم الاجر كما هو معلوم خير الصفوف الرجال خير الصفوف الرجال اولها وشرها اخرها لا انا بتكلم يا سيدنا على الصلاة في المسجد الحرام تعد المات الف صلاة هل التوسعات في مكة كلها ايه في الحرم كله مكة ومنى والمزدلفة نصف المزدلفة طيب فهمتك سيدنا طيب السؤال الثاني هديا بالغ الكعبة يعني يا أخي إيه هديا بالغ الكعبة ما معناها مش عارف سيدنا يعني هديا بالغ الهدي في قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة أيه. ثم محلوها إلى البيت العتيق هل الناقة تجي للبيت للكعبة ولا المكة صح مكة كمدينة الله يسلمك الله يحفظك سيدنا طيب السؤال الثاني سيدنا تفضل عايزين من فضلتك بعض الأذكار يعني نعملها أوراد لنا في الحج إن شاء الله طالعين الحج السنة دي ومحتاج بعض الأوراد إن أنا يعني أنشغل بها الأوراد الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عارف في أدعية معينة ولا أذكار أدعية أو أذكار أدعية وأذكار الاثنين لكن أنا لأنه ضعيف الموضوع خالص الله عندنا لكن كيف نوصلها لك؟ أنت من أي البلاد؟ من المحلة طيب تعال لنا زيارة نعطيك إياها إن شاء الله طيب إن شاء الله سيدة إن شاء الله الله يكرمك اللهم آمين يا رب الله يبارك فيك شيخ مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ لو سمحت فضيلتك منذ فترة كنت أخبرت بمشروب فيه قسم هندي ويعني مركبين أو ثلاثة أخرى نعم نعم صحيح ممكن تخبرنا به مرة ثانية أحمد وبعدين. 60 وابنه يوسف 60 أيوة كان عبارة عن حبة سوداء كانت مطحونة والقسط الهندي وأظن كانت إيه عبد الرحمن زنجبيل حبة سوداء وزنجبيل ايوه القسط الهندي وقرنفل القسط الهندي وقرنفل ايوه اي نعم وقرفة كانت في قرفة ولا ايه ايوه راجعها يا عبد الرحمن ممكن تكتبها لها وصفة الدكتور احمد ستين وصفة جزاك الله خيرا يا ريت فضيلة الشيخ الله يكرمك يا اختي مع السلامة الله يبارك فيك ولك بمثل اسم مصطفى حفظك الله يا خديجة كافو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب بارك الله فيك وإياك تفضل أنا عندي بعض الوساوس كده ساعات بتجيلي بس على طول بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقول الدعاء الله والله ربي لا أشرك به شيء بس عندي سؤال كده ممكن أطرحه على حضرتك تفضل اطرح وعليك السلام ورحمه الله وبركاته استاذ زياقوت بارك الله فيك تفضل السؤال في الحديث تنزل الصوت الاخير من الليل تنزل الله طبعا نزولا يليق بجلاله طبعا النزول معلوم والكيف مجهول والصلاة عنه بدعة والإيمان به واجب بس انا بيجي لي كده خاطر ان الكره الارضيه كوكب الارض على هيئه كره نصف نهار ونصف ليل فانا عايز اشيل الاشكال ده من راسي شوف يا اخي الله اعلم بنفسه وليس لي ولا لك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وربنا قال اسمع الآية دي مهمة جدا ولا يحيطون به علما يعني لا أنا ولا أنت نحيط بالله علما طبعا وربنا قال في كتابه الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ما معنى ضرب لنا مثلا ونسي خلقه شبهنا بخلقنا لما عجز هو عن إحياء الموتى ظن أن الله سبحانه مثله عاجز عن إحياء الموتى فالله قال فلا تضربوا لله الأمثال لا تشبهوا الله بخلقه فيه أخبرنا الله خبر كيف هو الله أعلم به وانا لم احط علما بربي من كل شيء اعلمنا الله عنه اشياء ولكن هو كما قال عن نفسه
ولا يحيطون به علما. وأنت تعرف شيئا حتى تطمئن وحتى نطمئن، أنت تعرف أن البشر متفاوتون في الأفهام، في واحد ذكي جدا عبقري، وفي واحد مجنون لا يدري أي شيء، وفي واحد وسط، واحد وسط بين هؤلاء وأولئك. ما هذا كله في من هو أفهم منا. الملائكة يفهمون، الخلق متفاوتون في الأفهام، افهم نحن بشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم ونسلم المسلمين يا رب. الله يبارك فيكم شيخنا. لو انا فاتتني السنة القبلية بتاع الظهر، فلو قابلتها بعد الظهر اصلي بالترتيب الاول السنة القبلية والبعدية ولا البعدية الاول؟ على ما تيسر لك، الامر في ساعة. يعني الحديث لا فاتكم فصلوا وما اراكم فاتكم. الامر في ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرب شاي يا حسين. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله صحتك يا رب. الحمد لله. علم الله عليك العافية. معلش يا شيخ عندي سؤالين. وعليك. مش هطول يعني. تفضل. السؤال الأول، أنا سلفت أحد مش حد، كلفت أحدا. حاضر. سلفت أحدا 5000 جنيه، وعدت فترة فعانى يعني من عدم السيرة ومعهوش فلوس، فقرر إن هو ياخد قرض عشان يرد لي السلفة. هل هذا علي أي شيء؟ يعني هل أنا علي شيء لو أخذتهم؟ أنت لست بآثم، لكن أنصحك وأذكرك بقول الله سبحانه: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني إذا كان معسر أنظره، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بس هذا الذي أنصح نفسي وياك. هو يعني ملهوش وظيفة، ويعني هو ملهوش شغل بيشتغل. لوجه الله إذا كان الله وسع عليك أنظره يا أخي. نعم، هذه نصيحة. بس لو أنا أخذت شيء ما علي ليس حاجة. من أجبتك في الأول. نعم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. إذا صلى الإمام في مسجده المعروف فيه بغير قراءة أهل البلد وارتضى الناس ذلك، هل ينكر عليه؟ لا، ما دام ارتضى الناس ذلك وهي قراءة معتبرة عند جماهير العلماء لا بأس. نعم، الإنكار يأتي من ممن يعرفون القراءات ويقولون لا ينبغي أن تقرأ، وأن الناس يحصل عندها لبس. طيب، الناس راضون ويتلذذون بسماع بعض القراءات الغريبة على نعم مسامعهم. نعم. على حسب حال الناس. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عن شيخنا الجليل. وإياك، تفضل. أحد أقاربي تتعامل مع زوجها مع البنوك. ها؟ تعمل مع زوجها إيه؟ أحد أقاربي تقترض يعني فلوس لتوسيع تجارتهم. أحد أقاربك؟ تتعامل مع البنوك يعني بتقترض من البنوك. فنصحتها مرارا وتكرارا يعني ده حرام وربا، فما رجعتش كده للاسف. فانا يوم قاعده فبتقول لي عليها مبلغ من المال من اجل، قلت لها اقترضي من البنك تاني كده كده هم معلوم فيه، فانا علي اسمي. عفوا، انت تقولين احدى قريباتك ايوه تقترض بالربا لتوسيع تجارتها من البنوك؟ ايوه. هذه كبيره من الكبائر. ما السؤال؟ انا شايف قاعده معايا في يوم بتقول عليا مبلغ من المال عشان تشد الفلوس دي، فللاسف مع ان انا عمري ما تعاملت مع البنوك الحمد لله، فقلت لها اقترضي من البنك كده كده عليك فلوس كمل ايه سدي عليك. بئست النصيحه للاسف. استغفر الله. بئست النصيحه. استغفر الله. طب
السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم معك مصطفى. لو سمحت يا شيخ، عايز اسال على صحه حديثين. تفضلي. الحديث الاول: لا يحل لامراه عطيه الا باذن زوجها. هذا الحديث فيه شذوذ من ناحيه المعنى، لان تمامه ليس هكذا: لا يحل لامراه عطيه من مالها بغير اذن زوجها، وهذا مخالف للنصوص اقوى. فالرسول عليه الصلاه والسلام دخل على زوجته ميمونه فقالت له: يا رسول الله، اما شعرت اني اعتقت وليدتي؟ قال: اما انك لو اعطيتها لاخوالك كان اعظم لاجرك. ولم ينكر عليها اصل الاخراج. وايضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة بعد صلاة العيد، فقامت المرأة تلقي خرصها وسخابها في حجر بلال ولم ترجع إلى زوجها. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تصدقت من مال زوجها، حتى مش مالها، بغير علمه، غير مفسدة، فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. طيب، انا قرات في شرح الحديث ده يا شيخ، في يعني في كل يعني كذا مكان، يعني كل ما ابحث عن الحديث ده بلاقي ان عن غير امره او بغير علمه، بمعنى الاذن غير الصريح، بمعنى ان هي متاكده عرفا ان هو هيوافق. وسمعت فتوى لحضرتك امبارح على الاخت زوجها ثري جدا وعاد صلى اضحيه. ايوه، وحضرتك قلت لها ايوه، لو هو يعني هو ثري جدا بالنسبه له، هي مش هتكون مفسده في الحاله دي، لان هو مش مش هيشعر بيها اصلا. نعم، بس هو عرفا هو مش يعني مش هيوافق، فهو يعني هي قالت انه زوج، عفوا، ايوه، قالت انه زوج مسرف جدا. ايوه مسرف جدا. وهذه الناس، العوام الناس الان يضحون، فالمرأة ستسلك مسلك عوام الناس، فضحت وتصدقت. نعم يعني غير مفسدة، غير مفسدة. هذا مصلحة ولا مفسدة؟ بالنسبة له يعني، بالنسبة أيوة. ماله هي هتبقى مفسدة أو يعني أنا أسألك سؤال، يعني على سبيل المثال، يعني أنت من الفلاحين ولا من المدن؟ نعم، أنت من الفلاحين من القرى ولا من المدن؟ لا، من المدينة. من المدينة. يعني أنت مثلا رحت المدينة تشتري 20 رغيف عيش. قبلك واحد مسكين أعطيت رغيف ولم تستأذني الزوج. آثمة أم لست بآثمة؟ لا، إن شاء الله مش آثمة. إن شاء الله. مأجورة ولا غير مأجورة؟ أنت وزوجك. أيوه. ما هي الأشياء الخفيفة؟ أكثر من كده، أكثر من كده، لو هو يعني أختي على حسب كدا. بحسب المقام، الله يغفر لك، بحسب المقام. إذا كان هو مثلا في اليوم مثلا بيروح يجيب في الليل 2 كيلو جمبري، أزأز فيهم هو والزوجة، 2 كيلو جمبري ب 500 جنيه، فقالت أنا أخرج 50 جنيه لله، إيه المشكلة؟ نعم المسألة نسبية يا أختي، نسبية. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو شخص نذر نذر، يعني هو نذر مشروط، يعني قال مثلا لو ربنا أكرمني في حاجة معينة هذبح 3 عجول. أيوه. كان وقت العجل ساعتها ب 50 أو 40 ألف. أيوه. ودلوقتي المفروض ربنا أكرمه وحصل اللي هو كان بيتمناه. هل هو حدد سنا للعجول ولا اي عجول؟ لا، هو قال انا كان في فكري ان العجل ساعتها بالمبلغ ده، وانا بس اسمع كلامي بس، جاوبني على دي. هل حدد سنا للعجل؟ لا، قال اذا وسع الله علي ساذبح 3 عجول. ايوه. كان في تصوري ان العجل ب 50 ألف، العجل الان 70 ألف، في عجل ب 40 ألف الان يذبح عجل ولو صغير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله، أنا بخير من فضل الله.
الحمد لله، ربنا يغفر لنا ولكم يا رب يا رب العالمين. في مسألة يا شيخنا. نعم. عندنا بنت كانت ليلة فرحها فعرسها قتلها. بنت ايه؟ بنت ايه عفوا؟ بنت في ليلة فرحها. ايوه. عرسها قتلها. اعوذ بالله. ليه؟ هو حجته ان هو بيقول انا ما بحبهاش او ايا كانت حجته يعني. طيب يقتلها ليلة فرحها؟ ما فرحها فرحه. كل تعقل بقى شيخنا وبعد عن الدين. المهم ان هو يعني دور معاهم على الجثه وفي الاخر المباحث بطريقتها عرفت ان هو ومسك الجريمه وكل حاجه ويعني الجريمه ثبتت عليه. والسؤال؟ هو اتحبس فالمفروض اعدام يعني عن طريق المحاميين والقصص دي كلها تم تخفيض العقوبه يعني. فاخوها قابل اخوه بره بعد سنه تقريبا واطلق عليه رصاص قتله يعني. هل ده قصاص يعني كده هو اقتصد ولا لا؟ قصاص لا لا لا. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى. وقال الصديق معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. فالجاني والذي يعاقب. تمام. طب في حالة القصاص حتى لو في الجاني هيعاقب يا شيخ، هل بيتم القصاص عن طريق مثلا الغدر او التربص ولا ليه لون معين بيتم بيه؟ والله هو الافترض ان الولي المسلم هو الذي يقوم بالحدود ولا صارت فوضى، لكن الله ينتقم منهم المحامين. وقل معي امين. الذين يجادلون عن الذين يختانون انفسهم فهؤلاء المحامون الذين يستحلون الحرام ويدافعون عن المبطلين من أجل الدراهم المعدودة سواء كان قاتل أو تاجر مخدرات أو زاني أو شارب خمر أو مختلس أو مرتشي. محامون هناك لا دين لهم ولا خلق لهم، يقف كذاب أشر أمام القاضي ويجادل بالباطل هو ما فعل وما سوى، والناس يعرفون ورب العزة يعلم أنه كذاب. فليسمع المحامون قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. المحاكم ستنصب يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله ينتقم من كل محامي يدافع عن الباطل. الله ينتقم من كل محامي يدافع عن الباطل. آمين. الله ينتقم من كل محامي يدافع عن الباطل. آمين. آخر حاجة يا شيخنا بعدين. تفضل. هل أخوه اللي مات ده نحتسب شهيد؟ هو كان رايح عمله يعني. هذا مقتول ظلما. هذا مقتول قتل ظلما. والظالم ما زال موجود على قيد الحياة والعياذ بالله. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كلمت بخصوص النذر بس الخط قطع. أنت قلت لي أنت نذرت ثلاثة عجول أو ثلاث عجول. نعم. ثلاثة عجول. سألتك هل أنت حددت سنا معينا للعجول أو لا؟ لا. اذا اذبح اي ثلاث عجول. في عجول صغيره. ايوه. في عجول صغيره حتى تفي بالنذر. طيب شيخ النذر اللي هو المشروط ده مكروه ولا مباح ولا؟ اصله يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. ولكن يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. لكن إذا نظرت لزمك الوفاء. وبالمناسبة
النذر أقسام، في نذر اسمه نذر العوض ويسمونه نذر المقابلة أو نذر المجازاة، له ثلاثة أسماء: عوض، مقابلة، مجازاة. صورته: لله علي إذا عوفيت أن أتصدق، فجعل الصدقة عند المعافاة من المرض. لله علي إذا نجح الولد في الامتحان أن أفعل كذا، إذا رزقت بمولود أن أفعل كذا، فجعل أن الفعل مقابل حصول مصلحة له. هذا يسمى نذر عوض، نذر مقابلة، نذر مجازاة، لا يقدم شيء ولا آخر شيء. في نذر آخر اسمه نذر الابتداء، أقول مثلا حتى أعين نفسي على الطاعة، لله علي أن أصوم ثلاثة أيام بدون ما يحصل لي شيء، فهذا أخف شيئا ما، أخف شيئا ما من الصورة الأولى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله، اللهم اغفر لنا ولك يا رب. اللهم امين. شيخنا، هو لو حد في المنصورة يعني مغترب يعني في كلية، في الكلية ينفع يجي يحفظ قرآن عند حضرتك ولا؟ تعال زورنا نرتب لك ان شاء الله، سواء عندنا او في المنصورة. خلاص ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله بعونك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، كان لي سؤال عند حضرتك في طريقك. وخبرتك اللي طويل، ولكن حضرتك خبرتني أرن على رقمك الخاص، ولكن رنيت ولم أستطع رد يبدو أن حضرتك مشغول. هل لي من وقت معين أرن فيه؟ أحسن من الوقت المعين أرسل رسالة وقل أخوك صاحب السؤال الخاص. أبعث لك رسالة؟ رسالة، أي نعم. على الرسالة ولا الواتس ولا فين؟ لا أنا ما عندي واتس، تلفون مسكين كده من اللي هو يرسل ويستقبل فقط. خلاص بس الرسالة ما فيش عرفها، أكتب رسالة كبيرة. رسالة نصية: السلام عليكم، أريد السؤال وأنا أطلبك. خلاص حاضر حاضر حاضر. علي الأطرش، عافاك الله يا علي الأطرش، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا تؤاخذني يا علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى، بارك الله في علمك يا رب. فيك بارك الله خير والله الحمد لله. كان في قطعة أرض يا شيخ مصطفى، وقلت كده في نيتي لو سددت الفلوس بتاعة الأرض يعني اشتريتها وسددت كل فلوسها بس ما تلفظتش، هذبح. لم تتلفظ لا شيء عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. تمام. بارك الله فيك يا أخي محمد بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أول 10 أيام من ذي الحجة هل ورد عن النبي أنه كان يصومهم؟ ورد بسند فيه مقال، ورد ما ينفي أيضا، ورد حديثان، حديث من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك النبي صوم العشر في بيتي قط. وهنيدة بن خالد هذا ليس بالموثق التوثيق المطمئن. وحديث عائشة: ما صام النبي العشر في بيتي قط. طب صيامي ليهم هل يعتبر مشقة أو مخلاف للدين؟ لا، على حسب قدرتك، الأمر فيه ساعة. شكرا. الله يكرمك. هل يجوز أخذ جزء من متن الحديث والمؤلف أطلق على الكتاب 40 حديث مكونة من كلمتين؟ مش فاهم، مش فاهم، لم أفهم، فهميني يا أختي نجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نريد النصيحة يا شيخ. تفضل. في أي باب؟ يعني في بدء طلب العلم وكذا. احفظ القرآن والسنة. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. لا
عليكم السلام ورحمة وبركاته. أيوة شيخ لو سمحت الحديث الثاني عشان خط قطع يا شيخ. هو في نفس الموضوع يعني عن انفاق المرأة من مال زوجها. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. أيام متكلم فيه لابد من الجمع بينه وبين سائر النصوص. يعني بتيجي تحرر القول في مسألة تجمعي كل الوارد فيها من النصوص. وبناء عليه ان اعتبروه يعني ضعيف او كده يعني ولا إيه؟ لا يعني احيانا يكون في السند راوي الاصل ان حديثه يحسن، لكن يقول العلماء في ترجمة هذا الراوي صدوق يهم، فاحيانا يهم او احيانا يكون الراوي ثقة لكن فيه اخذت عليه بعض الاحاديث بعينها. فاحنا اذا نظرنا مثلا على سبيل المثال حديث انت ومالك لأبيك، طرقه كلها فيها مقال، في طريق قد يكون متماسك شيئا ما، لكن الإمام الشافعي يقول في كتابه الرسالة وفي غيره: الله جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، فلو كان أنت ومالك لأبيك على بابه لأخذ الأب المال كله. قال غير الشافعي: والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلو قال: أنت ومالك لأبيك على بابها، لأخذ الأب كل هذا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فواحد متزوج له زوجة وله بنت وله ابن وله أب وله أم، إذا كان أنت وملك لأبيك كل الحقوق ضاعت. فلازم نجمع بين الأدلة كلها في الباب الواحد يا أختي. نعم شكرا. الله يبارك فيك. حديث أبي مومة البهلي الذي ذكرته الأخت فيه مقال أيضا، فيه مقال يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا صيدلانية وشغلي يعني بيتطلب أن أتعامل مع الزبائن الرجال والنساء، فهل ده حرام ويعتبر اختلاط؟ عفوا شغلك إيه؟ بيتطلب أن أتعامل مع الزبائن سواء رجال أو نساء. يعني أنت بياعة في الصيدلية؟ نعم. أيوة يعني بياعة، ما هي بياعة الدواء يعني عادي. ايوه، هل ده حرام يا ولا اختي؟ لو امكانك ما تشتغليش بياع يبقى افضل لك، اذا اشتغلتي حلال بس تغض بصرك وتطبقي. يعني هو نفس الاختلاط ده يولد مفاسد، اذا استطعتي واستغنيتي افضل لك، اضطررتي لا باس به في حدود الادب وعدم الخلوه، يعني لا يخلو بك رجل في الصيدليه. تمام. أيه. شكرا. معلش يا جماعة أنا عبرت بلفظ بياع، ما هي بياع، ما التواضع كله لله. يعني أنا بياع الدواء، بياع الترمس، بياع فكله المنظومة واحدة يعني. ما فيش إلا العظمة لله سبحانه وتعالى. بس عبرت لعلة في هذا التعبير، لعل يعني النخوة يعني تأخذها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة فاطمة، ما هي كده يا فاطمة؟ تفضلي فاطمة شاكر مستغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ممكن حضرتك توجه لأبي نصيحة؟ أبي مش عاوي، أنا عاوز أبتدي النقاش وهو مش موافق. ممكن حضرتك توجه له. هو يسمعني؟ لا. أبلغيه السلام وقل: يا أبي، أنا أريد أن أحافظ على نفسي من نظرات الرجال، أريد أن أحافظ على نفسي، أريد أن أسلك سبيل أمهات المؤمنين، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
ذكريه بالله. ما هو بيقول لي يا شيخ اهم حاجه ان انا يكون لي كتفي فاض. ها لا مش اهم حاجه كده، اهم حاجه ايضا من المهم الوجه الجميل يغطى، الوجه يغطى، نترك وجه كلا مباح لكل من يريد ان يراك. وهو بيستشهد بقدك ويقول لي خلاص لا تلقى عليه شبهات انت وغفر لك. السلام عليكم. يقول الاخت ستحزن، تحزن من ماذا يا اخي؟ البياعة محرمة؟ ما هي اي واحدة بياعة، الصيدلية بياعة، اللي تبيع كرات بياعة، اللي بتبيع في البقالة بياعة، ما هي ما كله بائع في تجارة، ما فيش مشكلة. بس يعني نقول ارض الاختلاط الزائد، يعني استثرنا في هذه او القيت هذه الكلمة حتى يعني تستفيق شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي. نعم. الأخت اللي بتسأل حضرتك على التكست عن الكتاب اللي هو فيه 40 حديث من كلمتين. أيوه ما المراد؟ أنا مش فاهم. هي كل يوم تقريبا بتسأل حضرتك، والكتاب دوت ألفه واحد مشايخ من اليمن، هو جمع 40 حديث، لفظ الحديث كلمتين بس. زي اذكر لي مثال كده معلش، معذرة ثانية. العين حق، حديث بمتفق عليه العين حق. اه صح. وحديث الحرب خدعة وخدعة. ايوه. كده يعني 40 حديث هو جمعهم بالمتن بس، اللي هو كلمتين بس. بس اظن ان هذا لن يخلو من الضعيف. هو معظم الاحاديث في، هو شرط في اول الكتاب ان هو اما الحديث يكون في البخاري او مسلم او في صحيح الجامع. ايوه. طيب يعني القليل يعني ربما يكون ان هو ما يعني مش مخرجه او ما يكونش يعني. طيب ايه السؤال؟ ما السؤال؟ اغلب الاحاديث انا بوضح بس عشان هي سالت كذا مره حضرتك السؤال وما انا مش فهمتش السؤال ايضا. يعني حديث من كلمتين يعني ايه المطلوب مني؟ انا مش فاهم في السؤال. هي بتسال ان هو بيقتطع كلمتين بس من الحديث. لا هو الحديث كده بورد كده كلمتين بس. لا 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 لا، اغلب هذه الاحاديث بغض النظر على الذي ذكرته تكون مطوله وتقتطع. بيبقى في قصه للحديث، هو بيحذف القصه وبيذكر لفظ النبي بس. عبد الرحمن راجع شوي. نعم بقول لحضرتك، هو الاحاديث بيبقى الحديث ليه قصه، مثلا الصحابي بيرويها والنبي صلى الله عليه وسلم بيكون في لفظه في الحديث كلمتين بس. طيب انا عايز وذكر بس الكلمتين اللي هم النبويتين وباقي القصه محذوفه. والله يا اخي انا خايف من هذا الموضوع، لان ممكن كلمتين تكون في سياق لا تلتئم الكلمتان بمفردها بمفردهما. آه. كلهما تعلق بما قبل او بما بعد. نعم. ايه. ماشي جزاكم الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زهرك شيخ مصطفى. الحمد لله. أنا محل سكني الشرقية وبسافر للقاهرة، ولو أنا بصلي الظهر في القاهرة بقصره، المسافة أكثر من 85 كيلو، فممكن ألحق العصر وممكن ملحقوش، في الحالة دي أقصر العصر ولا مقصر؟ ولا أجمعه ولا لا؟ أنت من الشرقية. نعم. وذهبت للقاهرة وراجع للشرقية ثانية. نعم. قد تدرك العصر في الشرقية وقد لا تدركه. نعم. ممكن تصلي في الطريق عادي قصرا. ما هي المواصلة واحدة. ممكن تجمعه مع الظهر في القاهرة. حتى طب لو أذن عليا هنا ما صلوش بقى خلاص. لا حتى لا، إذا وصلت لا تلزم. لا تلزم بالإعادة. أستأذنك تدعي لي أنا وأولادي وزوجتي بالهداية. الله يوفقنا وإياك. وأزواجنا وزوجاتك وذرياتنا وذرياتك والمسلمين والمسلمات، ويهدينا وإياكم يا رب، والسامعين والسماعات. نفعنا بك اللهم. يسكننا الفردوس جميعا. ألف ألف شكر. يا رب يسكننا وإياك الفردوس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا يعني عملت ذنب كبير. استر. أريد يعني منك يعني أستغفر منك على حاجة. أنا يعني عملت ذنب كبير استغفر الله العظيم يعني استغفر الله العظيم أنا ثبتت فيه. فأنا أعلن توبة ربنا. يعني هل يقبل من ربنا توبة؟ إن شاء الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني يا شيخ ربنا يقبلني توب علي ربنا. إن شاء الله بإذنك يا رب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا إله إلا الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دمت تبت قبل الممات اطمئن. طب سؤال ثاني يا شيخ معلش. اعمل عمل صالح كبير. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا إله إلا الله. سؤال يا شيخ ثاني معلش. تفضل. أنا عاقل يعني لسه ما دخلت يعني بعد 10 أيام. هل ده يؤثر على عقد الزواج؟ هل ده يعني ربنا يعاقبني؟ خلاص مش لازم تعقد من جديد. توب إلى الله لا يلزم إعادة العقد. يعني أنا لو تبت إلى الله لا يلزم إعادة العقد؟ لا يلزم إعادة العقد إن شاء الله. حتى ولو كان قبل العقد؟ لا يلزم. ماشي يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. تفضل. حضرتك أنا شغال في مصنع وأصحاب المصنع مش برضو إيه يعني ساعة الصلاة مش برضو يخلي حد يطلع يصلي بره. فأنا على إيه؟ تصلون جماعة في المصنع ولا لا؟ أه أوقات بنصلي جماعة أوقات لا. خلاص صلوا جماعة قدر الإسطاء في المصنع. شكرا. الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحتي يا شيخ. تفضل. سألني الجزمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. زادك الله من فضلك. وياك. عندي دلوقتي ليا زميل بنته طلبت الخلع من جوزها. نعم. انه اسالها كتير وكده يعني طلبت الطلاق وكده فيعني عاملها معامله وحشه جدا. فطلبت الطلاق ما رضيش. فطلبت الخلع. بس كان في مشكله. القاضي هو من المنوفيه وانا من القلوبيه من بنها. القاضي بتاع المنوفيه ما بيرضاش يطلق. وطبعا الراجل ده انا عارف ان هو ضربها وخنقها وامور كتير وهي طلبت الخلع. فطبعا المشكله دلوقتي ان زميلي قال لي لو سمحت انا القاضي بتاع بنها اسهل شويه. فانت تكتب لي ان ساكن بنتي هي طبعا سابت البيت بقالها كتير وكده عندك. يعني البنت يعني نكتب ان احنا اجرنا شقه عندك عشان نقدر ايه نحول قضيتها. انا اسالك سؤال يعني معلش معذره. قول يا فندم. معذره الله يسلمك. هي رفعت قضيه خلع او طلاق للضرر؟ الاول الطلاق طبعا موال طويل فطبعا عشان عايزه تخلص خلع. ايوه شوف بقى. ايوه الخلع القاضي في اي مكان. أيوة. في القاهره في المنوفيه في القليوبيه في المنصوره في اي بلد القاضي في النهايه مجبر ان يحكم لها بالخلع. ما حكم لها فعلا. ايوه دم انتهي منها اللي انا في صبرا بس حتى بدا معلش اقطع عليك معلش. هو حكم لها القاضي بتاع بنها. انا عملت رزين ان هو اجر عندي فعلا شقه. يعني هي طبعا ما اجرتش ولا حاجه بس هي كان مجرد ان الورق ينتقل فعمل خلع. هل انا كده شفت شهاده زور ولا ايه؟ ما انت اضرب نفسك. ما هو ما لا هي ما سكنتش عندي بس احنا الحكايه دي كان عشان القضيه تتحول اللي بقى وبيخلص بسرعه فيها. بس يعني انما ما يعني القضيه نفسها ماليش فيها ولا ليه اي حاجه. بس انت ظلمت. بس المكان تغيير المكان فقط. هل انا كده شهاده زور؟ انت مزوج؟ كده مزور. مش انت كتبت انها ساكنه عندي وليست ساكنه عندك؟ انا رحت عملت لها عقد فعلا بالشهر العقار وخلاص عشان ياخد الورق ويحول قضيه بنها بدل ما في خلاص. ماشي ماشي. السلام عليكم. عمل لها عقد خلاص يعني وعمل لها عقد وقال ساكنه عندي مش مشكله زي. بس عمله بتاريخ قديم بقى ولا جديد ولا ايه مش عارف الله اعلم. السلام عليكم. السلام
عليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل. اتفضل. عايز اسأل يا شيخنا على ملابس الإحرام. لو اللبس فيه كبسولات هل يجوز لبس؟ يكره. حتى من العلماء من يمنعه تماما. حتى لو مش حاغلق هذه الكبسولات. لا لو مش حاغلق خلاص انتهت المشكلة. الله يسلمك. البسها بس ما اغلقهاش. نعم. طب يا شيخنا معلش هل يجوز ان انا اعتمر اكثر من عمرة في السفر الواحد؟ في الحج؟ لا في العمرة نفسها. لا دي مسألة منازع فيها والرسول لم يصنع ذلك. نعم. الله يسلمك. طب لو فعلت العمرة يا شيخنا هل احلق في كل مرة؟ لو كررتها؟ لو امكنك. استحب. السلام عليكم. لو كررتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. طيب يا مكتوب. الصراحة شكرا يعني عايز نساعد حضرتك في حاجة. نعم. كنت استنصح يعني فضلتك في شيء كده. اتفضل. يا صراحة شيخ مصطفى أنا يعني أنا ربنا يعني رزقني يعني بصوت في القرآن الحمد لله يعني. وانا من زمن يعني اقرا يعني واحفظ يعني كان من اهدافي او نفسي ان انا اسجل القران او انشره وكده بس انا خايف من موضوع الرياء من زمان يعني. لا لو انت متقن انشر ما في مشكله ابدا شيء حسن لكن سمعنا بعض الايات كده بس. نعم يا شيخ. اسمعنا بعض الايات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. حسبك بارك الله فيك ونفع الله بك. أشوف الصبر يا سماعه. نعم. أنا خايف أشوف من موضوع الرياء أنا خايف. لا توسوس. لو كده لو سلمنا للشيطان في هذا ما طلعنا هذا في هذه الفتاوى. الشيطان لا يترك واحد. أنت تصلي بالناس إمام وصوتك حسن والناس يحبونك يأتيك الشيطان يقول أنت مرائي تترك. لا استمر. قل يا رب ارزقني الإخلاص. السلام عليكم. وسط يا أختي رشا الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى كيف الحال؟ طيب الحمد لله بخير الله يكرمك. يا شيخ مصطفى طيب انا بحفظ القران عن لحظه يا شيخ مصطفى بحفظ القران بس يعني عن طريق اليوتيوب بدون معلم يعني. طيب وبعد كنت حابب بس يعني اقول لحضرتك ما تيسر من ما حفظته تقول لي يعني تقول لي رايك اذا كان الحفظ صح او في يعني او في مشكله. طيب ماشي اقرا ايتين ثلاث. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. جزاك الله خيرا. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا. نفع الله بك. الله يخليك. ابحث عن شيء. ابحث عن شيخ عندكم ان شاء الله تستفيد من الشيخ. بارك الله فيكم.
بهذا القدر أستاذي، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها و سرها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام وأكرم منازلنا واسع مداخلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وارفع درجتنا واغسل حوبتنا ونور صحيفتنا ويمن كتبنا وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك واشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك اسراهم يا رب العالمين.
اللهم يا رب كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.